السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطالبات كلية التجارة جامعة عين شمس. إن شاء الله عز وجل النهاردة هنبدأ أولى الفيديوهات الشرح الخاصة بخدمات الإيميل الأكاديمي. أول فيديو النهاردة في الفيديوهات هو كيفية استلام الإيميل الأكاديمي وكيفية تفعيل الإيميل. أولا كيفية الاستلام، أولا سيتم الدخول على موقع الكلية اللي هو امتداده كالتالي bus.asu.edu.eg. بعد الدخول على الموقع وانتظار التحميل سيظهر إليك في أسفل الموقع في الجزء الأخير أيقونة خاصة بالاستعلام عن البريد الإلكتروني الأكاديمي، سيتم الضغط على الأيقونة. بعد كده هيظهر ليك نظام الحصول على البريد الإلكتروني. أول خطوة هنكتب في الرقم القومي، بعد ما نكتب الرقم القومي هيتم اختيار البرنامج التعليمي اللي بتنتمي إليه، مع ملحوظة لو انت اخترت البرنامج التعليمي غلط مش هيقدر يظهر لك الإيميل. يعني على سبيل المثال لو انا اخترت مثلا برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية هيجي يقول لي إن الإيميل الأكاديمي الخاص بك غير موجود وجاري إنشاؤه. ليه؟ لأن أنا اخترت برنامج دراسي غير البرنامج اللي مقيد بيه الرقم القومي اللي بيتم إجراء بيه التست الحالي. بس لو اخترت البرنامج الخاص بيه الرقم القومي المسجل أعلاه وعملت بحث هيظهر لي الإيميل الأكاديمي والباسورد الخاص بيه. بعد ذلك أنا دلوقتي استلمت الإيميل، عايز أسجل دخول وأفتح الإيميل بتاعي. أدخل على موقع office.com، ده لتسجيل الدخول على الإيميل sign in. دلوقتي هنقول حتة مهمة جدا وهي شرح مكونات الإيميل الأكاديمي. الإيميل الأكاديمي بيتكون من جزئين، الجزء الأول بيانات خاصة بالطالب والجزء الثاني بيانات خاصة بالمؤسسة. الجزء الخاص بالطالب هو عبارة عن اسم الطالب ثم اسم الأب أو اسم الجد، بعد كده الرقم، رقم عبارة عن أول أربع حروف من الرقم القومي ناحية اليمين، دي البيانات الخاصة بالطالب. طب البيانات الخاصة بالمؤسسة عبارة عن STD وهي اختصار لكلمة طالب student، بعد كده BUS وهي اختصار لكلمة كلية التجارة، بعد كده ASU وهي اختصار لجامعة عين شمس، وآخر حاجة إديو وإيجي هي إديو اختصار لوزارة التربية والتعليم وإيجي اختصار لمصر. تمام، بعد كده هعمل نكس واجي اكتب الباسورد. قدامي حل من اتنين، يا اما اخد الباسورد من هنا كوبي واحطه هنا كنترول في. تمام، ده الحل الاول. اما الحل التاني لو جيت اكتبه بنفسي هكتب معاكم كده باول تجربة، ودست انتر. هلاحظ ايه؟ قال لي غلط. طب قال لي غلط ليه؟ ملحوظة الاولى، انا هتابع هنا معاكو الخطوات بالطريقة اللي انت بتعملها بيها. هنا لو لاحظت هيجي يقولك ان اللغة مكتوبة باللغة العربية وهي مفروض تكون باللغة ايه؟ الانجليزية. دي كده اول حاجة، يبقى انا هاجي هكتب دست انتر، هتلاحظ ان الايميل فتح معايا ومفيش اي مشكلة. اجي بقى بعد كده الخطوة التانية ان هي update your password، اكتب الباسورد اللي انا استلمته بيه اللي انا لسه كاتبه من شوية عشان افتح الايميل. طيب اجي بقى هنا new password، في مجموعة من الخطوات لازم اتبعها وانا بختار باسورد جديد. وما هي؟ اول حاجة ان الباسورد مجموعه ارقامه او حروفه لا يقل عن 8 حروف او 8 ارقام. تمام، ده كده واحد اللي هي عناصر الباسورد. اتنين لازم يكون باللغة الانجليزية، يبقى واحد 8 حروف لا يقل عن 8 حروف باللغة الانجليزية، لا يتضمن كلمة من مسمى الاسم الايميل نفسه. يعني انا الايميل هنا اسمه ايميل، لو افترضنا مثلا اسمك احمد محمد ما ينفعش تعمل باسورد وتخليه احمد، لان كده هيقول لك ان الاسم ده بتاع الباسورد موجود في الايميل.
يبقى انا بالتالي على سبيل المثال هاخد مسمى مثلا نخليه IT at BUS بعد كده 2020، وارجع تاني اكتب الباسورد تاني، بس مع ملحوظة ان لازم اكتبه زي بعض، ما ينفعش اكتب الباسورد الجديد التكرار ويكون مختلف. جينا بقى ظهر لك ان بيقول لك انا محتاج معلومات اكتر. طب معلومات اكتر ليه؟ هتفيدك بايه دلوقتي؟ نظرا ان في ناس عايزه تعمل ريسيت باسورد وبتحب تعمل ريسيت باسورد بنفسها بدون الرجوع للادمن، في اقتراح جديد وهو ان من خلال ادخالك لي بياناتك وهي رقم التليفون والايميل الخاص بيك، ايميل بديل بقى اللي هو الايميل الشخصي، من خلاله هتقدر تدخل البيانات دي. بعد كده لو انت عايز تعمل ريسيت باسورد هو هيعملها لك ويبعتها لك. طب نيجي نشوف بتتعمل ازاي. هنا بيقول لك انا دلوقتي عايز منك حاجتين، الحاجة الاولى اللي هي التليفون، محتاج منك تليفون عشان اضيفه. طيب هنعمل التليفون، اول حاجة تختار البلد وتختار ايجيبت، ممكن برضو من خلال الكيبورد. بعد كده هتكتب رقم التليفون، بعد كتابة رقم التليفون عندك طريقتين، يا اما يتصل بيك يا اما يبعت لك رسالة. انا هقول له بعت لي رسالة. طيب هتيجي بعد كده للتليفون بتاعك، هتلاقي فيه رسالة جاية لك من مايكروسوفت بتقول لك ان الكود بتاعك كذا كذا، الرقم الخاص بالاكتيفيت بتاع الاكونت بتاعك، ويبعت لك على التليفون الشخصي. ابعت لي الكود هكتبه، بعد كده اقول له اكد لي الاكونت. كده انت عملت اول خطوة ان انت ربطت الاكونت بالتليفون. طب عايز بقى اكده بالايميل. طيب هدوس هنا على واكتب الايميل الشخصي وليس الاكاديمي، هقول له ايميل مي، هيبعت لي ايميل، اجي افتح الايميل الجيميل بتاعي اللي انا طلبت منه يبعت لي رسالة عليه، ساين ان، نيكست، كتبت الباسورد، وبعد الانتظار هنلاقي ان الرسالة جت من مايكروسوفت. هتيجي تاخد بعد كده الكود اللي هما مديهولك، كوبي كنترول سي، وتعمله هنا كنترول في، وتقول له اكدهولي. دلوقتي يبقى انا اكتفت الايميل بتاعي وفتحته وعملت البدائل عشان لو حصل مشكلة وعايز اعمل ريسيت للباسورد ممكن اعمل ريسيت الباسورد من خلال التليفون او من خلال الايميل البديل بتاعي سواء كان جيميل او ياهو او هوت ميل ايا يكن نوعه. دوست فينيش. كده انا ايميلي فتح معايا، بيطلب منك عايز تفضل متصل بيه ولا ايه رايك، عايز الرساله تظهر ولا ما تظهرش. هقول له مش عايزها تظهر تاني وادوس يس عشان اضمن ان الايميل يبقى على طول مفتوح على الجهاز. طالما وصلنا للخطوة دي يبقى كده الايميل فتح وشغال ومفهوش اي مشاكل. بعد كده ادخل على الاوتلوك، ده البريد بتاعك اللي هيجيلك عليه اي رسائل متعلقة به من الكلية لحضرتك. هنا برضو بيطلب منك اللغة انت عايزها تكون ايه والبلد، ممكن تعملها زي ما انت تحب. بعد كده بيقولك تختار الشكل، التصميم عايزه يبقى ايه مثلا، اي ما انت زي ما انت عايز. بس بعد كده بيحمل كده بيقول لك تمام انت فتحت ايميلك كله زي الفل.
هتيجي هنا بقى هيظهر لك الاوتلوك بتاعك اللي هو الايميل، هيتلاقي هنا الانبوكس ده، هنا هتلاقي فيها الرسائل الخاصة بيك والرسائل اللي انت مرسلها لزمايلك. وده كده كان الفيديو الاولاني، وهو كيفية الدخول على الايميل الاكاديمي وكيفية الاستلام والتفعيل. ان شاء الله نلتقي في الفيديو القادم، وهو كيفية تقديم طلب للخدمات المتعلقة بالايميل زي ريسيت باسورد او طلب ايميل في حالة عدم وجوده على قاعدة البيانات. والسلام عليكم.